يقول السائل: هل يجوز الطواف من غير عمرة؟ وما شروطه؟ وكيف يؤدى؟ وهل يلزم أن يكون 7 أشواط؟ وهل يجوز أن أقرأ فيه القرآن؟ يجوز التطوع بالطواف من غير حج ولا عمرة. طواف مفرد مجرد ما مع سعي لا بأس بذلك. الله جل وعلا يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق طهر بيتي للطائفين. الطواف عبادة يكون في الحج والعمرة ويكون تطوعا من غير حج ولا عمرة. وليس له ذكر معين، إن شاء يدعو وإن شاء يقرأ القرآن وإن شاء يشتغل بالتهليل والتكبير والتسبيح. نعم.